ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة ان شاء الله هناخد المحفوظات. قبل ما نخش الاول في نشيدنا لازم الاول نفهم يعني ايه كلمة المحفوظات. المحفوظات مع عندي تنقسم الى ثلاثة انواع. اول نوع من انواع المحفوظات واخدناها في الدين وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم انا الذي انزله هو الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني عندي وهو الحديث الشريف. من الذي قال الحديث الشريف؟ هو الرسول. واحنا متفقين بعدها بنقول الرسول بنقول عليه ايه؟ صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى ان شاء الله سنة تانية هناخد الجزء الثالث وهو بقى ايه؟ وهو النشيد. ايه ميس النشيد ده؟ النشيد مين اللي كتبه؟ اللي كتبه هو شاعر. مين يعني ايه الشاعر؟ الشاعر ده انسان زيه زينا، ولكن الله سبحانه وتعالى ميزه عننا انه عطله ملكة او موهبة كتابة الشعر. الشعر اي كلام جميل يمكن ان يغنى. طب يلا بينا بقى النهاردة نخش على نشوف النشيد بتاعنا اسمه ايه. النشيد اسمه نحن لا فداء. طيب احنا قلنا نشيد، لازم النشيد يكون ليه ايه؟ مين اللي كتبه؟ شاعر. طب الشاعر بتاعنا اسمه ايه؟ احمد اسماعيل. يلا بينا سنة تانية نشوف النص بتاعنا. احمد اسماعيل بقى في نص نحن لا فداء بيقول ايه؟ بلادنا الحبيبة حقولها خصيبة، يزينها النخيل على ضفاف النيل، والتين والزيتون والقمح والليمون، هواؤها شفاء وماؤها دواء، عزيزة علينا حبيبة إلينا، نحن لها فداء نحن لها فداء. نصنا الجميل يا سنة تانية النهاردة كله بيتكلم ان الشاعر بتاعنا احمد اسماعيل بيوصف مصر. بيوصف مين؟ بيوصف مصر. طب يلا بينا نشوف هيوصفها بايه. عندي سنة تانية بيوصفها في البيت الاول بيقول لنا ايه؟ بلادنا الحبيبة. يبقى هو بس وصف بلادنا اللي هي مين بلادنا دي؟ ماذا يقصد الشاعر بكلمة بلادنا؟ هو يقصد بيها وطننا مصر. طيب وصفها بايه؟ بلادنا الحبيبة. وصفها بانها المحبوبة. طب وصف ايه تاني في مصر؟ وصف حقولها، حقولها خصيبة. خصيبة ما معنى كلمة خصيبة؟ اي صالحة للزراعة. تاني حاجة وصفها بيها يزينها النخيل على ضفاف النيل. بيقول يا سنة تانية ان النيل بتاعها ضفاف يعني شواطئ. ضفاف يعني شواطئ. بيقول ان شواطئ النيل اللي بيزينه النخيل. على شواطئ النيل يا سنة تانية لو احنا كده ماشينا لو حد فينا راح النيل هيروح هيلاقيه جميل جدا، هيلاحظ على ضفافه اي الشواطئ موجود ايه؟ النخيل. طب النخيل ده بيطلع لي ايه؟ هو مش موجود نخيل بس، انا بشوف برضو ايه؟ نباتات. طب يلا بينا نخش على البيت الثالث. والتين والزيتون والقمح والليمون. سيا سنة تانية موجود على ضفاف النيل اشجار. اشجار بتطلع لي التين والزيتون، والنبات بيطلع لي القمح والليمون. تمام يا سنة تانية؟ طيب يجي بقى عندنا في البيت الرابع بيقول ايه؟ هواؤها شفاء وعلاج لنا. الهواء شفاء وعلاج لنا، وماؤها دواء نشرب منه لكي نشفى من الامراض. بعد كده بيقول لي وبلادنا غالية علينا وحبيبة الى قلوبنا، ولذلك نحن نحبها ونضحي من اجلها بارواحنا. طيب يا سنة تانية عايزين بقى كده، عايزة حد شاطر يطلع لي من البيت الاول اسم. شاطرين من البيت الاول ممكن حد يقول لي بلادنا ممتازه الحبيبه شاطره حقولها او خصيبه. كل كلمه في البيت الاول هي عباره عن اسم. شاطرين يا سنه تانية. طيب برضو من البيت الاول عايزه الف ولام قمريه. ممتازه الحبيبه، الحبيبه ايه؟ الف ولام قمريه. تمام يا سنه تانية. طب يلا بينا برضو من البيت الاول عايزه حرف مد. عايزه ايه؟ حرف مد. بلادنا ممتازين، بلادنا فيها مد بالايه؟ مد بالالف. طب هميس هي ايه المدود؟ يلا بينا نفتكرها مع بعض. المدود عندي مد بالالف، مد بالواو، مد بالياء. هو اي الف واي واو اي ياء هتبقى مد؟ لا طبعا، ان اخذنا ان لازم لو مد بالالف يبقى لازم الممدود، الممدود الحرف الايه؟ الحرف الذي ايه؟ قبل المد، لازم يكون مفتوح. ولو مد بالواو لازم الحرف الممدود ايه؟ يكون مضموم. ولو مد بالياء لازم يكون الممدود ايه؟ مكسور. يلا بينا سنة تانية على البيت الثاني. يزينها النخيل على ضفاف النيل. ها من شاطر من البيت الثاني؟ من البيت الثاني طلع لي حرف. ميس طب انت عايزه حرف جر ولا عطف؟ صح؟ يبقى اذا انا عندي نوعين من الحروف، حروف الجر وحروف العطف. طب انا عندي هنا ايه؟ عندي على. صح، يبقى على دي ايه؟ حرف جر. ممتازين. طب مين شاطر برضو يقول لي ملاحظ ايه في كلمه على؟ ملاحظ يا ميس ان اخرها الف لينه. طب مين بقى شاطر يفكرني بالالف اللينه؟ الالف اللينه هي الف تنطق الف ولكن تكتب ايه؟ يلا بينا نبص لها ونشوف احنا كاتبينها ايه؟ تكتب ياء.
ممتازة. طب يلا بينا برضو من البيت الثاني يطلع لي ألف ولام شمسية. النخيل، النيل، ممتازين. طب يلا بينا من البيت الأخير يطلع لي ضمير ويقول لي ما نوع الضمير. ها نحن، ممتازين. ده ضمير نوع إيه؟ ضمير نوع متكلم. يلا بينا نخش على خريطة الكلمة. أكمل خريطة الكلمة. عندنا الكلمة وعايزني أحط لها أعمل لها إيه خريطة. أول طب الأول نفتكر ما معنى الخريطة. الخريطة عندي أربع حاجات، النوع والمعنى مضاد والجملة. طب يلا بينا نشوف الخريطة. أول حاجة الحبيبة، عايزني الحبيبة أعرف نوعها إيه. أتميس نوعها يعني إيه؟ يعني اسم يا فاعل. إيه ده؟ دي قدامي تاء مربوطة، آخرها تاء مربوطة وأولها ألف ولام، إذا دي من علامات الاسم يبقى النوع اسم. الحبيبة، المرادف، احنا قلنا هي في النص الحبيبة معناها ايه؟ الحبيبة معناها المحبوبة، ممتازين. طب الحبيبة عكسها ايه؟ العدوة. طيب انا عايزة بعد كده الركن الاخير وهو الجملة. ميس هو انا احط الجملة على ايه؟ على الحبيبة ولا العدوة؟ لا انا عايزة الجملة على كلمة الحبيبة. ها مين يديني جملة على الحبيبة؟ ممتازة، مصر بلدي الحبيبة. يلا بينا نراجع مع بعض اللغويات اللي قلناها في النشيد. الكلمة والمرادف، ضفاف يعني شواطئ، عزيزة معناها غالية. طب مضاد الكلمة والمضاد، طب عزيزة معناها غالية، طب المضاد ذليلة، تمام. شفاء عكسها ايه؟ او المضاد مرض. يلا بينا سنة تانية هناخد سؤال احنا متعودين عليه وسهل جدا. اكمل بكلمات على نفس الوزن. اكمل بكلمات على ايه؟ على نفس الوزن. كلمة شفاء، انا عايزة بقى ايه؟ كلمة على نفس الوزن بكلمة شفاء. ممكن نقول ايه؟ هواء، وممكن نقول ايه؟ فداء، ممكن نقول ايه؟ دواء. ويلا بينا نخش على السؤال اللي بعده، وبرده سؤال جميل بيقول لي حدد معنى كلمة عزيزة في الجملتين. يلا، بلادنا عزيزة علينا. عزيزة تلميذة مجتهدة. اذا ملاحظين ايه؟ ان كلمة عزيزة في الجملتين، بيقول لي بلادنا عزيزة علينا وعزيزة تلميذة مجتهدة. هل معنى كلمة عزيزة في الجملة الاولى نفس معنى كلمة عزيزة في الجملة الثانية؟ لا يا ميس، احنا خدنا بتاعة الجملة الاولى بلادنا عزيزة علينا اخدتها في النشيد. ها مين يفتكر معايا كان اسمها ايه؟ ايوه كان اسمها غالية. طب الجملة الثانية، عزيزة تلميذة مجتهدة، ينفع هنا أقول بدل عزيزة كلمة غالية؟ أقول غالية تلميذة مجتهدة؟ لا ينفع، ما ينفعش. أمال عزيزة دي إيه؟ عزيزة دي اسم بنت. يلا بينا نخش على أجب ونراجع مع بعض وأشوف فاكرين النص ولا. أجب، أول سؤال بيقول لي إيه؟ أين يقع النخيل؟ ها احنا قلنا النخيل بيقع فين؟ طب قبل ما اجاوب انتم ملاحظين ايه؟ اين. هي اين دي بتسال على ايه؟ هي اللي بدنا نراجع ادوات الاستفهام. اين دي بتسال على ايه؟ بتسال على المكان. طب يلا، اين يقع النخيل؟ هو بيقع فين؟ على ضفاف النيل، تمام. يجي السؤال الثاني، ما انواع الزروع والفواكه الموجوده على ضفاف النيل؟ يلا مين بقى يراجع معايا؟ ما انواع الزروع والفواكه الموجوده على ضفاف النيل؟ احنا قلناها في النص، التين والزيتون والقمح والليمون. طب يلا بينا سنه ثانيه نراجع. يلا بينا سنه ثانيه نرجع للاستخراجات وايه ونطلع ايه الاستخراجات بتاعتنا. ماشي، يلا بينا سنه ثانيه نطلع ايه الاستخراجات بتاعتنا. يلا يلا، مين شاطر يطلع لي من البيت الثالث حرف؟ ها احنا قلنا بقى حرف ده يا ايه؟ يا اما جر يا اما عطف. يا اما جر يا اما ايه؟ عطف. يبقى البيت الثالث هو ايه؟ هو عندي حرف عطف وهو حرف الواو. احب يا سنه ثانيه اختم معاكم بقراءه النشيد. يلا بينا نقراه. من اول حاجه لازم نقرا اسم النشيد والشعر. النشيد اسمه ايه؟ نحن لها فداء. للشاعر مين؟ احمد اسماعيل. يلا، بلادنا الحبيبة حقولها خصيبة، يزينها النخيل على ضفاف النيل، والتين والزيتون والقمح والليمون، هواؤها شفاء وماؤها دواء، عزيزة علينا حبيبة إلينا، نحن لها شفاء، نحن لها فداء، نحن لها فداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.